بيننا وبين الحريف، فالحريف لما يقرع التأمين الساقعة ما عنده حتى ذنب شركة التأمين المؤمن عليه، والقانون صريح متاع 24 فيفري بدخول الغاية نهار 8 متاع باه خلينا مصباح وفي حتى في أوت المخمور ولا اللي ما عندوش برمي الله ما عارفين الله ما عارفين المخمور كيف تتعاملوا معاه؟ المخمور يا اخي كي يصطدم بسياره معناتها مؤمنينها احنا أيوة. احنا شنو ذنبنا اذا هو عامل بلان ويعمل بلان يبدا يعمل كروسه كيش يعني بين عامل كروسه ولا عامل جاردينه ولا عامل حتى بسكليت انا مش مشكلتي انا معناها مسؤول على قطاع التامين معناها يمشي معناها يشرب ومن بعد يجي معناها يدخل في الحريف نتاعي انا قال شنو قال هو مخمور انا شنو ذنب ولا ما عندوش رخصه سياق إذا جواز السياقة هو مش معديه ويدخل لي أنا في الحريف نتاعي أنا شنو ذنبي أنا ما نرجعلوش ما نرجعلو منين جاي أنت ديما هكا سي الكاميرا أنت ديما هكا سي مأمونة ساعات أنا نبدا هكا ساعات مانيش هكا أي شد بلاستك شد كيفاش نبدا هكا دور من هنا يجي من هنا سي مأمون تفضل خذ الكاميرا خذيت الكاميرا قل لي سي مأمون في نهاية حديثنا نعم بربي الفرق هذا ديما تعمل فيه ساعة ساعة هذا عملته خصيصا لكم انتم سمعت بكم جايين جماعة الإذاعة والتلفزة قلت نعمل لكم حلو حلو نقتل حاجة ماسطة ياسر هذاك علاش تأمين رأينا هذا المسؤول الأول عن التأمين كيف 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 كانت إجاباته بين إجابات مقنعة وإجابات غير مقنعة بالمرة. أنت ماذا ترد وماذا تقول عن هذا الرجل؟ أنا أقول أن هذا الشخص هو زميلي ومسؤول ويعرف ماذا يقول فهو لا يؤمن لسيارات تطرطر أو دراجات نارية تخذخذ الإنسان فيمكن أن يموت لذا لا نؤمن هناك مسائل الموت يا سيدي بيد الله والحياة بيد الله لكن عندما ما ذنبه هو؟ تكون سيارته مدقدقة نعيم طيب. فتحي تكون سيارته مدقدقة لا نؤمن عليها نحن في غانا يا أستاذ هيك يا أستاذ تفضل اسمح لي يعني يا أستاذ هيك يعني كل ما ورد في كلام هذا المسؤول يعني ما هو إلا تعلات واهية لكسب الكثير من المال والمزيد من المال فيعني لسبب بسيط وواضح الكتكات هادو يعني اللي تحدث عنهم يا أستاذ هيكل هم في حالة سير عادية ويمارسوا في أمورهم اليومية فإيش الداعي للحديث عن كتكات إلا لزيادة التكاليف عليهم ومضاعفة بالتالي مضاعفة يعني المنحة اللي سدوها للشركات لك 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 وعلى ذكر الشركات يا أستاذ هيكل يعني موضوع الدراجات دابا يعني تضاعفت المنحة فصاروا يعني يدفعوا الضعف وهذا مو معقول يعني والسيد بيحاول انه يعلل يعني هذه المزايدات والمهاترات التي صارت أنا أريد أن أقول أن الدراجات أحيانا الدراجات النارية أحيانا تجدهم في الأوتوروتات يجدون في الأوتوروتات نقولوها كذا في غانا يا ترى دراجة هذا لن يؤمن أو قد أبدأ قد في التاريخ قد لا تترك سيارة تجري يا أخي لن يؤمن لكن تبدأ مملوءة في الأفراح وبالمحارم يشتحون ويركسون هذا ممنوع هذا الكلام ينطبق على كامل السيارات وعلى كامل يعني حاملي المحركات والكتكات ولا الدراجة حاملت محركات زي السيارات لكن فبالتالي من الواجب نعمل هذه السيارات يا سيدي ما ذنب الحاج الذي يأتونه بالعشرات في تلك الكتكات ماشي ويفرحون ويهللون ويطبلون ويزمرون ما ذنب هذا الحاج هنيئا له هنيئا إن شاء الله عودة ميمونة إنه ذهب إلى الحي فلماذا عندما يعود إلى وطنه لا يروح على رجليه من المطار إلى رجلي يسرح 60 كيلومتر وهو شيخ طعم يسرح يدور الدم قليلا شيخ لماذا كتكات يا أستاذ هيكل هذا موضوع مغلوط يعني الإنسان مغلوط. اللي راجع من الأراضي المقدسة ممكن يعني يروحوا له في مرسيدس يروحوا له حتى على فيسبا يعني ما هو الكتكات هي المشكل أنا لم أرى بحياتي ما نتحدث عن الكتكات يا أستاذ هيكل لم أرى حاج على فيسبا يا سيدي يا أستاذ لم أرى حاج لابس بالأبيض
الناصع والماء في يده. انت يا استاذ هيكل من المفروض على عودتي سالما. يا استاذ هيكل انت من المفروض يعني بموقعك في البرنامج تدافع، من المفروض انك تدافع على اصحاب الكتكات وعلى اصحاب الدرجات لانهم من ضعفاء الحال يا استاذ هيكل. يا سيدي يقولون عائدين بحول الله تجدهم مقلوبون في طريق سريع لطرود وموضوع خطير. نحن في غانا لم تعد لدينا لا دراجات ولا قطقطات، قطعناها جملة. طبعا انتم تستعملوا الحمير يعني ما نستعملوا. نعم نستعملوا الأحمرة والبغال واحيانا حتى الجمل والقتماسيح. يا استاذ هيكل ارجوك يعني في الختام عن حديث الموضوع. نعم. للكتكات وتسمح لي ما يعني لو ترفع انت في منحة التأمين يعني بالطريقة هذه حتقضي يعني على الحوادث. ما تصور انك راح تقضي على الحوادث، كل الناس راح تدفع بس غالية ومضاعفة وما معقولة وما قانونية يعني. احيانا نقبل التأمين باكو سكر يعطيني باكو سكر المؤمن دون مال. أنتم يعطيك باكو سكر أعطيه وتؤمن له أعطيه أموال كثيرة. هل هذا يا سيدي هو لباسكم التقليدي في غانا؟ لا أبدا، هذا لباسنا لبس أنا جديد حطيت الحتة وجئتك للبرنامج كي أشرفك وأشرف مشاهدك بهذا اللباس. فهو قمر طاح؟ لا هذا قمري يما كل ليلة تطلع. تسمعون أغنية قمري يما كل ليلة تطلع في غانا؟ قمري يما كل لا تطلع نسمعها. نعم لا ندفع تأمينات على الغناء. تأمينات على القمري؟ قمري يما كل لا يطلع. من أين يطلع؟ يطلع ويجي قدامي كل لا نسهر قمري العين الثاني. السلام عليكم. شر كلبة هذا الكلاب شنو كاشش ياكم عاملين انتم في جماعة لاسيرونس؟ شكون هذا؟ برنامج فرح قلبك لبرا؟ لا هذا فرهد روحك لداخل. قلبي فيه دمالة، أنا قلبي فيه دمالة. اش فيه؟ دمالة في قلبي من تال الخدمة ذي اللي خاطر راح نتعبين خلاص. ايش تعبين هاو يتشكاوا منكم انتم كل يوم مشكلة كل يوم بحد. لا أخي هذاك كلام برا ما سمعش كلام من جماعة سهلة سيرون سهلة انتقمت منه الانتقام الشديد. يا خويا انتم بعمايلكم راهو عبايه فيها 60 مواطن حاطينهم من تالي هاو ما نعرفش ضاربينها في نخله وشنيا انت المطهر اللي حاط على راسك. يا اخي هذيك المطهر هذيك حاجه باش تشوفني تعرفني كات باشي. انا وقت نحط عاد بحول الله تلقاني في مقلوب في الطروت هذيك حاجه ربي يقول لي هو ما نأملكش. ايش بيه مره قال لي واحد كيفاش تحط اسامي اولادك اميره والتبريز. يا سامي اولادي نبدل لهم اسامي وما يبان اسامي تميره والتبريز. يا خويا عاملين انتم عاملين؟ لا عاملين لا شيء يا اخي. تو يقول لك ما تطلعش فيها السياره اكثر من 4. كيفاش اكثر من 4؟ نمشوا الحاج حاج نمشوا له معناها زوز من الناس ما نمشوا له نعبوا الكاميون نمشوا اسمه كاميون. علاش ما تبعثولوش تاكسي يجي وحده الحاج؟ علاش تعبيوه الكاميون وحس ومشاكل وهم؟ فرح يا رسول الله في الدشر يقول لك ليه خلي الناس هكاك تمشي عرواحها وتمشي فارغ وتجي فارغ.